الان، بينما المركز الثالث تاتي في زريج لتحمل شعار هجن العاصفه على المركز الثالث بقياده الواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع وصلت الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الخامس هذه هملوله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، محمد بن سعيد بن مروشد في قياده تضميرها تاتي لفته على المركز السادس من هجن العاصفه حمد بن راشد بن غدير يضمرها. بينما المركز السابع بنلقى في حشيمه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقياده علي بن راشد بن حمد بن غدير في التضمير. والمركز الثامن عزيزة تأتي في المركز الثامن من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز التاسع في تاسع المراكز لسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم بقيادة سيف بن أحمد بن خريدة على المركز التاسع. والمركز العاشر أشوف هنا الهدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، عبيد بن شينان المري يتولى تضميرها. هذه العشر المراكز الأولى، هذه العشر المراكز الأولى الذي تسير في مسار هذا الشوط وتحديات هذا الشوط الجميل وهذا الانطلاق الرائع في تاسع أشواط صباح هذا اليوم. مع هذا المسار ومع هذا الانطلاق في الثنايا وتحديات الثنايا نسير مع مقدمة الشوط بعد أن أكملنا ندانا الأول للعشرة المراكز الأولى. والسيطرة كالعادة دائما لهذا الشعار، شعار هجن العاصفة، شعار هجن الشتاء والصيف، شعار الناموس وشعار الفوز وشعار التألق في كل ميدان وفي كل مكان. هذه اللي مسيطرة مياسة 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 برفقة الزريج على المركز الثاني بشعار العاصفة وهجنها بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. يقدم كذلك أجمل العروض دائما في هذا الاستعداد وهذا الموسم الجميل. المركز الثاني الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد يتولى تضميرها. في المركز الثالث هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، محمد بن سعيد بن مروشد يقودها في التضمير اللي في المركز الرابع. أما الخامسة لفتة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. وأقول المركز السادس تأتينا في سرابة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سهيل بن مبارك بن مرخان يضمرها. بينما المركز السابع سابع المراكز الشاهينية لسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم، سيف بن أحمد بن خريدة. بينما المركز الثامن في هذه اللحظات وصلت عزيزة من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يضمرها. والمركز التاسع هذه الهدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، عبيد بن شينان المري يتولى عملية تضميرها. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء وعلى هذا الانطلاق الجميل الذي يحمل هذه الشعارات وهذه الانطلاقات التحديات الجميلة. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المراكز الأولى والانطلاق الأول. هناك هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، محمد بن سعيد بن مروشد غيرت إلى مقدمة الشوط، قادت في هذا الانطلاق. بينما همياسة من هجن العاصفة على المركز الثاني يقدم من الأداء الثنائي الجميل الذي تسيطر عليه هذه الانطلاقة وهذه التحديات. المركز الثاني الثالث تاتي في الزريج على ثالث المراكز من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير. وهناك لفتة من هجن العاصفة كذلك في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد يقودها في التضمير. بينما في هذا الانطلاق يا سلام، الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد يتولى عملية تضميرها. وصلت الشاهينية لسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم مع سيف بن أحمد بن خريدة. وقدوم مشاهدينا متابعينا الكرام من الهدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، عبيد
بن شينان المري يتولى تضميرها. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المراكز الأولى في مسار هذا الشوط وتحدياته على أرضية هذا الميدان. نسير مع المراكز الأولى مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات، نسير مع المركز الأول. شوف الانطلاق وشوف التحدي، تسير هناك مع مقدمة شوطها ملولة، لا زالت مسيطرة على المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. محمد بن سعيد بن مروشد يتولى عملية تضميرها. مياسة في المركز الثاني من هجن العاصفة، وتاتي في المركز الثالث اللي هي لفتة، وتتقدم الزريج على المركز الرابع مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، وهناك عزيزة على المركز الخامس. شوف هذا التجمع وهذه الانطلاقات الجميلة والتحديات الرائعة. يا سلام يا سلام، أسير مع مقدمة الشوط، أعود مع الهملولة اللي مسيطرة على المقدمة وتتقدم لفتة. لفتة يا سلام، لفتة للأنظار ما شاء الله بانطلاقاتها وتحدياتها الجميلة. لفتة 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 من هجن العاصفة، بينما المركز الثاني الزريج كذلك اللي تنطلق على المركز الثاني بشعار هجن العاصفة في هذا المنطلق وفي هذا الاندفاع وهذا التحدي الجميل على أرضية هذا الميدان. الأمتار الأخيرة والانطلاقات الرائعة على أرضية ميدان المرموم مع شعار العاصفة وهجنها في الشوط التاسع. شوف هذا الانطلاق وشوف هذا الاندفاع. لفتة مشاهدين الأعزاء تسيطر على مقدمة الشوط، لفتة تقود المشاركات في 600 متر الأخيرة لتعلن الفوز في هذا الشوط، بينما تأتي هناك الزريج في المركز الثاني وتتقدم. يا سلام، وصلت عزيزة، وصلت عزيزة ووصلت هملولة من الجانب الآخر. هملولة وعزيزة، شوف الثلاثية الجميلة، وهناك أيضا تأتي اللي لفتة. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل وعلى هذا الاندفاع الرائع على أرضية هذا الميدان. شوف هجن العاصفة والمثلث الجميل للعاصفة وهجنها مع هذا الاندفاع مع هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام، لفتة 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 وعزيزة، وهناك تأتينا كذلك الزريج، الثلاثية الجميلة والانطلاق الجميل والرائع. لفتة تعلن الفوز في هذا الشوط، تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير. عزيزة في المركز الثاني والمركز الثالث، تأتي في الزريج، تهانينا للعاصفة وهجنها على هذا الفوز. أما المركز الرابع هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، بينما المركز الخامس وصلت فيه الهدى لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. بينما نعود إلى التوقيت الزمني، هكذا نعود مشاهدينا متابعينا الكرام إلى التوقيت الزمني، وهذه لفتة في 9:41 بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما عزيزة في المركز الثاني تندفع على ثاني المراكز. في 9:41 من الثانية، تهانينا لهجن العاصفة، بينما الزريج وصلت في المركز الثالث، قدمت أداء جميل وانطلاق رائع على أرضية هذا الميدان في توقيت زمني 9:42 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. مستوى متواصلين إذن مشاهدينا الكرام في كل الانطلاقات والتحديات، والتواصل يسير مع الثنايا الأبكار المهجنات الأصايل ضمن شوطنا العاشر والمرحلة الأخيرة والجولة الأخيرة في انطلاقات هذا الصباح. نسير إلى المركز الأول حاملين تحديات دائما من المشاركة ورفع